السلام عليكم. يمكن كثير من الناس كانوا يقولون في أنفسهم: يا أخي فرنسا فرنسا زودتوها خلاص، ما فيش غير فرنسا، إيش فرقت فرنسا عن بريطانيا ولا أمريكا، ولا إيش فرقت برسومها المستهزئة عن الدنمارك؟ يعني مش لاقين حاجة تعملوها غير قاطع فرنسا، انصر نبيك، شوفوا لكم موضوع ثاني وخلاص. هو فعلا لماذا هذا الاهتمام بموضوع فرنسا؟ مش إحنا المسلمين تعودنا نفور في الموضوع لبضعة أيام وننسى ونتحول لمشكلة أخرى؟ شوفوا يا أخوانا، يقال العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، وغيره يراها وهي مدبرة. موضوع فرنسا إذا تصرف فيه المسلمون بشكل صحيح فهو فرصة لعزة إسلامية جديدة، وإذا ضعفنا فيه فهو مصيبة كبيرة مستمرة ليست كالحوادث السابقة. المتابع للتفاصيل يعلم أن تبني الدولة الفرنسية للرسوم المستهزئة بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت استمراراً لخطة متكاملة بدأت قبل حادثة المدرس، هدفها قمع الإسلام في فرنسا. وقبل 5 أيام من الآن في 9 ديسمبر عقد مؤتمر تكلم فيه مجموعة من الوزراء الفرنسيين عن حزمة من القوانين التي ستعرض على البرلمان تحت عنوان تعزيز مبادئ الجمهورية. القوانين مفصلة لتحارب إظهار المسلمين لشعائر دينهم ولتذويبهم في المجتمع الفرنسي ومنع تمايزهم عقديا وأخلاقيا، هذا بالإضافة لما تكلمنا عنه كثيرا من إغلاق المساجد والمراكز الإسلامية. تريد التفاصيل؟ تابع فيديوهات قناة شؤون إسلامية. هذا الحدث يا إخواني بهذه الكثافة غير مسبوق في النظام الدولي الجديد الذي كان يتستر بدعاوى المساواة وحرية الإنسان. نعم تشن حروب عسكرية ضد المسلمين، لكن هذه المرة نحن نتكلم عن تقنين الحرب الدينية وترسيخها في مبادئ الدولة. هذه الحرب عدوى قابلة للانتقال للدول الغربية الأخرى، يعني إذا استطاعت فرنسا تطبيق هذه القوانين وبالتالي سلخ المسلمين في أراضيها عن دينهم فهذا سيكون مغريا لأعداء الإسلام في دول أخرى أن يفعلوا مثلها. فالإسلام يا كرام دين يرفض الظلم والاستعباد للنظام الدولي، وليس من مصلحة مستعبدي البشرية من الساسة وحيتان الرأسمالية أن يتركوه ينمو وينتشر في عقر دارهم. لذلك فالحكومة الفرنسية ترى في حجاب المرأة والشعائر الإسلامية تهديدا لمبادئ الجمهورية كالحرية المزعومة، بينما لا ترى في متحف الجماجم بباريس الذي يحتفظ بذكرى قطعها لرؤوس الناس في مستعمراتها تعارضا مع الحرية. ويا للعجب، أعداء الإسلام في دول كثيرة يترقبون ماذا ستكون نتيجة الصراع الدائر بين الحكومة الفرنسية من جهة وما تبقى من حياة لدى المسلمين من جهة. إذا فتر المسلمون وضعفوا وطبقت القوانين ونجحت في سلخ المسلمين عن دينهم، ما الذي سيمنع هؤلاء المتربصين من استنساخ التجربة نفسها في بلادهم؟ على أقل تقدير راح يمسكوها مذلة على المسلمين في بلادهم، زي ما حكومات عربية بتقول لشعوبها اسكتوا ما حدش يفتح تمه، ولو أذلناكم وسرقنا أقواتكم بلاش يصير فيكم زي سوريا. فرنسا ستصبح مذلة للمسلمين في الغرب، اسكتوا بلاش يصير فيكم زي المسلمين في فرنسا، ولو ضيقنا عليكم وأغلقنا مراكزكم ومساجدكم وحببنا إلى أبنائكم الكفر وفرضنا عليكم ما يخالف دينك. ما يحدث الآن هو مقياس لحياة المسلمين في العالم، لحبهم لدينهم وتمسكهم به. أحداث المقاطعة لفرنسا كانت مرتجلة وعفوية لا يقودها حزب ولا جماعة، وظهر فيها روح الأمة الواحدة، ولهذا يتعمد إعلام بعض الدول العربية نسبتها للإخوان، ويتعمد الإعلام الرسمي الفرنسي نسبتها لبعض المتطرفين، والكل عارف أنه لا إخوان ولا متطرفين ولا غيرهم، والقضية عادلة وواضحة تماما. نبينا صلى الله عليه وسلم يستهزأ به على مباني الحكومة، المساجد تغلق ويفاخر المسؤولون الفرنسيون بذلك، وزير الداخلية بيقول لك إذا أنت يا أب يا مسلم بتقول المدرس لو سمحت لا تعرض أمام ابني المسلم رسومات تستهزئ بنبيي في الفصل الدراسي سيتم تجريمك وممكن نطردك برا فرنسا، وقوانين ممنهجة لسلخ المسلمين عن دينهم وتكفير الأجيال القادمة منهم. إذا لم يتحرك المسلمون في قضية كهذه فمتى يتحركون؟ أنت لما لا تحرك ساكنا ولا يعنيك الأمر فأنت توصل رسالة لفرنسا ومن ورائها أعداء الإسلام في كل بلد غربي وشرقي وعربي أن المسلمين لا يعز عليهم دينهم، ومهما عملت فينا مش حنتحرك، خذوا راحتكم وامضوا قدما في خططكم. فأحداث فرنسا ثيرموميتر
ميزان لحرارة الإيمان في قلوب الشعوب المسلمة. لا تظنوا يا أخواني أن المسألة هذه المرة مثل المرات السابقة. هذه المرة وصل المسلمون مع خصومهم مرحلة لا عودة، إما أن يضعفوا فيتلقوا الضربات ويتجرأ أعداؤهم على إهانتهم أكثر، وإما أن يصبروا ويظهروا غيرتهم على دينهم علشان اللي عنده بضاعة حقيرة فاسدة يداريها وما يظهرش حقده كله. فاستعينوا بالله على الاستمرار في المقاطعة ونشر الوعي بالقضية ونصرة إخوانكم في الغرب والدعوة إلى الله والعمل على إعزاز المسلمين بأن تكون شريعة الله مقامة في حياتهم. وندعوكم إلى متابعة موقع فرانس بويكوت وتسجيل توقيعاتكم فيه لتضموا صوتكم إلى صوت إخوانكم الموقعين. والسلام عليكم ورحمة الله.